فلما وصلوا إلى بيلقان حصروها، فاستدعى أهلها منهم رسولا يقرون معه الصلح، فأرسلوا إليهم رسولا من أكابرهم ومقدميهم، فقتله أهل البلد، فزحف التتر إليهم وقاتلوهم. لا أعرف يعني هذه الأخلاقيات من أين أتوا بها، حتى البهائم تتعلم. جيش كاسر يحيط بالمدينة وتريد أن تعقد صلح معه، كيف يرسل لك رسولا الجيش المحاصر صاحب القوة صاحب السطوة، يرسل إليك الرسول فتقتل الرسول؟ في أي أخلاق، في أي دين، في أي عقل، في أي تخطيط، في أي خطة عسكرية، في أي إجرام؟ يقول فلما وصلوا إلى بيلقان حصروها، فاستدعى أهلها منهم رسولا يقرون معه الصلح، فأرسلوا إليهم رسولا من أكابرهم ومقدميهم، فقتله أهل البلد، فزحف التتر إليهم وقاتلوهم. ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة 1868 ووضعوا فيهم السيف. يعني هذه الحقائق، هذا المعنى الذي يفهم من ظاهر الكلام، عندما تقرأ هذا تشكك في الأمر، تقول هل يعقل الناس إلى هذا المستوى من البلادة والسفاهة والغباء والجهل؟ هل يعقل؟ فتحتمل بأن ابن الأثير قد أخطأ في سرد المعنى، قد أخطأ في الكتابة، قد توهم في الكتابة، قد اشتبه فيما سجل. لكن هذه هي الوقائع، هذه هي الحقيقة، وليس هنا. التاريخ يمتلئ ب قصص الغدر والخيانة وقتل الرسل التي يقوم بها أئمة التيمية وخلفاء التيمية، سلاطين المسلمين، سلاطين الدول القدسية. هذه القضية معروفة وسائدة ومشاعة. يقول ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة 1868 هجري، ووضعوا فيهم السيف، فلم يبقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة، حتى انهم كانوا يشقون بطون الحبالة، لا حول ولا قوة الا بالله، ويقتلون الاجنة. اين تذهب يا ابن تيمية؟ اين تذهب يا امام التيمية، يا امة مذهب التيمية ومنهج التيمية؟ اين تذهبون انتم وخوارزم وباقي السلاطين الخونة الذين تسببوا في تدمير البلاد والعباد؟ هذه كل الجرائم، كل هذه الجرائم ستتحملون وزرها عند الحكم العدل، انتم وقادة هذا الزمان وزعماء هذا الزمان. لا يوجد ايمان بالاخرة، لا يوجد ايمان باليوم الاخر. لو كان عندهم ايمان باليوم الاخر، لو كانوا يؤمنون بالجنة والنار، لما فعلوا الموبقات والفساد والقبائح والجرائم. اتحدث عن هذا الزمان وعن ذاك الزمان، لكن ليس عندهم اخرة، ليس عندهم دين، لا يوجد راد ديني، لا يوجد ايمان بالاخرة يردع الإنسان، ولا يوجد أخلاق تردع الإنسان، لا يوجد رادع ديني، لا يوجد رادع أخلاقي، لا يوجد رادع اجتماعي، لا يوجد رادع قانوني، كله فساد في فساد. عندما يسلب الدين، يسلب الإيمان، تسلب العقيدة، ويتوجه الناس إلى الخمور والمخدرات والحشيشة وإلى فقدان الأخلاق، فماذا تنتظر بعد هذا؟ تكون شريعة الغاب والتوحش والإجرام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول حتى إنهم كانوا يشقون بطون الحبالة ويقتلون الأجنة، وكانوا يفجرون بالمرأة
ثم يقتلونها، وكان الإنسان منهم يدخل الدرب فيه الجماعة فيقتلهم واحدا بعد واحد حتى يفرغ من الجميع، لا يمد أحد منهم إليه يداً.